عملي كوسيط، عملي أنا وفريقي كوسطاء في هذا المجال، لا يقتصر على الجثث فقط، الجثث أو الأسرى فقط، وإنما في كل ما يعاني المواطن لاحتجازه في نقاط أو التنقل ما بين طرف وآخر، الخدمات التنموية التي تتعثر، الخدمات الإنسانية التي تتعثر من طرف إلى آخر. أكثر ما فرض علي العمل في هذا المجال بالذات، يعني عندما تتصل بك أسرة، عندما تتصل بك أم أو أب أو زوج أو زوجة أو ابن يحتاج منك أن تدله وتوصل لها هذا، توصل لها إلى فقيد عليه. كم نراه جميل عندما أني أتي بجثة أوصلها إلى عائلة، أوصلها إلى طرف، أسد فجوة كانت مغطية على هذه الأسرة. حتى ولو كان الأمر يدعو إلى الألم عندما يرى ابنها وجثة، إلا أنه في نفس اللحظة يسعد عندما ينتهي مرحلة الشتات. بدأت الحمد لله التنسيق مع كذلك مع القيادة، الطرفين، ثم بعد ذلك قمنا بتشكيل فريق. طبعاً بداية الفريق كان 75 شاب وشابة، بحيث أن يكون أسباب تقاعس العديد كثير من الشباب يعني من العمل هذا، حتى أنه فريقنا الآن أصبح قليل جداً، ولكن مهما كلف الأمر لازلنا مصرين على ذلك مهما بلغت الأهداف. طبعاً رسالتي أولاً إلى قيادة طرفي السرى، أولاً إلى كفى عبث بأبناء الناس، كفى عبثاً بوطن ينعم كان في الماضي تتباهى به الأم، واليوم أصبح من أقل الشعوب.